ممكن تسيبي لون مارش 5B. الصاروخ ده محط انظار كل العالم في الوقت الحالي، وكل العالم بيترقبوا مساره بشكل دقيق ومستمر. يا ترى ايه قصه الصاروخ الصيني ده؟ خليكم معانا. الصاروخ مسيرته 21 طن، اللي هي بتعادل حوالي 21,000 كيلو جرام. الصاروخ ده كمان طوله حوالي 100 قدم وعرضه حوالي 16 قدم، وبما ان القدم بيساوي حوالي من 25 ل 30 سنتي، يبقى اذا احنا بنتكلم في ان صاروخ طوله حوالي من 25 متر ل 30 متر، وعرضه كمان من 4 ل 4.8 متر. اللي حصل ان الصين اطلقت الصاروخ ده يوم الخميس اللي فات 29 ابريل، والصاروخ ده كان بيحمل معاه وحده اساسيه للمحطه الفضائيه الجديده في الصين. لكن الغريب ان الصين لاحظت ان الصاروخ ابتدى يخرج عن مساره وابتدى يتحرك في اتجاه الارض، وبالتالي فقدت السيطره على الحرب. الصاروخ ده سرعته كبيره جدا، بتوصل لحوالي 28,000 كيلومتر في الساعه الواحده. الصاروخ ده بيدور حوالين الارض في مدار بيضاوي، وده بيدينا معنى او مؤشر مهم جدا، وهو ان في بعض الاحيان بيكون قريب من سطح الارض في مناطق، وفي مناطق ثانيه ممكن يكون ابعد شويه عن سطح الارض. عشان كده هنلاقي ان بعد الصاروخ عن الارض بيتراوح ما بين 170 ل 350 كيلو متر. ايه المشكله وايه اللي خلى العالم كله يتابع مسار الصاروخ ويبقى فيه التخوف الكبير اللي احنا بنشوفه حوالينا ده؟ اول سبب للتخوف ده وهو ان الصين فقدت السيطره تماما على حركه او مسار الصاروخ، وده معناه ان هو ممكن يسقط على اي قريه او اي منطقه تكون مأهوله للسكان. اما السبب الثاني فهو ان الصاروخ ابتدى يقرب من سطح الارض، وده معناه ان هو هيدخل في مجال الجاذبيه الارضيه، ولو حصل ودخل في مجال الجاذبيه الارضيه ده هيخلي سرعته تزيد جدا، وحسب النظريه النسبيه لاينشتاين ان كل ما بتزيد السرعه بتزيد الكتله، وده معناه ان حجم الدمار هيكون اكبر واشمل، طبعا ده في حاله لو سقط على منطقه مأهوله للسكان. نيجي دلوقتي للسؤال اللي بيطرح نفسه واللي كلنا دلوقتي بنفكر فيه كمصريين، هل الصاروخ ده بيمر فوق مصر؟ هو بالفعل الصاروخ مر فوق مصر، وده حصل مرتين، مره استغرق فيها 3 دقائق ونص، وفي مره استغرق فيها حوالي 8 دقائق ونص. مش بس كده، ده كمان لما مر فوق مصر كان نقطه قريبه جدا من سطح الارض، وزي ما احنا قلنا من شويه ان هو بيدور حول الارض في مدار بيضاوي، وفي بعض الاحيان بيكون قريب من سطح الارض، وده هو اللي حصل مع مصر، انه كان قريب من سطح الارض، بعد كده مرورا بشبه الجزيره العربيه، بعد كده محيطته. في نقطة مهمة جدا وهو ان احنا نقدر نتنبأ بسقوط الصاروخ قبل ما يسقط الارض بحوالي 6 ساعات، نقدر نتوقع هو هيسقط فين. وان كانت نقطة ايجابية ولكن فيها جزء سلبي، وهو ان 6 ساعات فترة غير كافية ابدا لاخلاء اي منطقة يحتمل ان يسقط فيها الصاروخ. هل في نقط ايجابية في الموضوع او خلينا يبقى عندنا نوع من التفاؤل شوية؟ في بعض النقط اللي هنتكلم فيها مع بعض. اول نقطة وهي ان ثلثين مساحة سطح الارض هي عبارة عن مية انتحار او مية محيطات، وده بيزود نسبة احتمال سقوط الصاروخ في أحد المحيطات. كمان في اليابسة في جزء كبير من مساحة اليابسة هي عبارة عن صحراء غير مأهولة للسكان، وحتى لو سقطت على الصحراء فدي برضو نسبة مش قليلة. النقطة الإيجابية الثانية وهي إن الصاروخ لما يدخل في مجال الجاذبية الأرضية، ده معناه إن سرعته هتزيد جدا، وده كمان هيزود الاحتكاك ما بينه وما بين الهواء اللي إحنا بنسميه مقاومة الهواء. تزيد مقاومة الهواء ما بين جسم الصاروخ وما بين الهواء، ده هيتسبب إن في جزء من كتلة الصاروخ هيتم احتراقه، وإن كان الجزء دوت مش كبير نسبيا يدعو للتفاؤل. الإيجابية الثالثة وده على حسب صحيفة جلوبال تايمز اللي قالت لنا فيه إن الصاروخ هش، وده لان هو مصنوع من سبائك الالومنيوم، وده معناه ان هي هتتحرق في الغلاف الجوي بسرعه، وده كمان هيقلل من الخطوره. طبعا من الحسابات التقديريه المفروض ان الصاروخ ده هيسقط الارض ما بين يوم 9 مايو او 10 مايو. طبعا لاخر المعلومات اللي نزلت وهو ان الصاروخ هيمر النهارده فوق سطح مصر الساعه حوالي 11:03 دقائق، وهيقعد حوالي 5 دقائق، هيستغرق وقت 5 دقائق وهو بيمر فوق سطح مصر، ودي هتبقى بالنسبه لنا المره الثالثه اللي هيمر فيها الصاروخ فوق مصر. طب احنا دورنا دلوقتي ايه؟ هو اننا نبقى متابعين دايما لمسار الصاروخ واخر التطورات اللي بتحصل، وربنا يحفظ كل الانسانيه. لو انتم ما عملتوش اشتراك في القناه وحابين ان احنا نتابع مع بعض كل التطورات اللي هتحصل في مسار الصاروخ، تابعونا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وما تنسوش ان انتم تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم على الف خير، وربنا يحفظ الانسانيه جميعا.